هي عندك عشان امامك مفرغين طرق، يا بتستمر يا بصطب اسمك نهائي وبغير الفيلم كله. انا بدي استمر معك بس فيلم ماشي. دي الحلقة المفرغة، شو عليك؟ ما هي الحلقة المفرغة، فيش انا المحك عليك. يا لا الله، بس انا تقول لي مين كيف بكم قديش ما عارفش. فهي مخبوطة مخبوطة. هلا في عندك اشي تقدمه جديد؟ في هلا سؤال، بس سؤال، في اشي ابو يمن بعطينا تغطية؟ لانه انا وابو يمن، يعني ابو يمن هلا بده يحمل كيسه، يعني احتمال ما اروح لهش. انا اقول له تعال لهون، انا امبارح ما رضيت اروح له. اذا بتروح ترجعش سمعت؟ يعني هذا هلا بصير كل واحد اللهم نفسي. سمعت؟ ابو يمن بده يحمل كيسه، يعني شو يعني ابو يمن؟ موظف هذا. طيب انا شو بيبين لما جد فرج انه هو كويس وروح روح ومخزقني. انت عارف شو القضية؟ احنا شو القضية؟ القضية بدها تلبس فهد السلمين كيف؟ بدون ولا اي بدون اي تبعية على اي واحد، لا علي ولا عليك ولا على اللي بدهم يجوا. هلا بدك تسمع التسلسل ولا بدك؟ شو بدي اسمع التسلسل؟ التسلسل بدها هيك خالد العطاري. موظفي وأصدقاء خالد العطار الكلب. مين؟ لهم فاري؟ اه هذا واحد من هون جدا. تم الاتصال باثنين اثنين لترتيب اقناع ثلاثة اللي هو انا ثلاثة بشراء العقار لحساب الكلب. بس هلا فاهمها هلا فاهمها؟ فاهمها هلا. أنا رقم 30، شو الإعلان اللي أعلنته؟ إنه أنا قمت بشراء العقار للكلب، لأنه في عنده إشكاليات بالمحكمة وعنده إشكاليات مع السلطة. بالمرحلة الأخيرة أعطاني اسم الشركة اللي هي تابعة له، أعطاني إياها اسما وليس مستنديا. خلاص هلا انا مش مهمتي، لا انا ولا انت ولا انا، بدها ترجع عكسي. ثلاثة راح لاثنين اللي هو عنصر الاتصال، انا ما بعرف رقم واحد اللي هم الموظفين بعرفهم. مش انا هلا اي اتصال كان يتم ما بيني وبين رقم اثنين، رقم اثنين اتصل بالموظفين هم يتصلوا بالكلب ياخذوا منه المصاري وياخذوا منه التعليمات يوصلوا لك اياها وتجري منيح منيح. هلا انا سؤالين، اذا بدها تلبسني غصبا عني بتلبسني، اذا بدهاش تلبس الكلب اول واحد. كل اللي كانوا يتعاملوا معه بطلوا يردوا، فبدي اعكمها. كل اللي كانوا يتعاملوا معك بطلوا يردوا؟ ولا واحد. هم معدودين على هدول ولا على هدول؟ خبرت ولا على على فين؟ بطلت اعرف، بطلت اعرف. بس ما فيش اسماء؟ كله تلفونات. اسمع هلا قلت لك انا جيب عنصر اتصال، هيك انت بتقول لي في موظفين واصدقاء له معروفين، هذا اللي بتجيبها. انت متذكر اول شغله قلت لك اياها؟ انه انت لما اتصلت فيي في كاميرات؟ لا وتم الاتصال تقول انه انا تركت الشغل قبل ثلاث اربع اشهر صح؟ ونفس الشيء هدول تركوا الشغل معهم. هدول هم اللي اجوا لمعرفة، هم اللي اعطوك اسم خالد العطاري. وانت على علاقة بتعرفوا لخالد العطاري طرحت عليه الموضوع.
قال لك خليني اسال اديب. من هون صار الاتصال، وانا اللي كنت اجيب له المصاري 200 و100 و300 و50 و70 وفي 20. قلت لي في كمان باب عندك، شو الباب الثاني؟ اسمع بركي اقنع. انا جيت لك الباب الثاني. اول شيء الباب الثاني هي الاوراق، تفضل يا مخابرات. ما عنديش ولا حدا، انا اللي كنت احكي معه بطلوا يردوا علي التليفون، لانه عمليه مخططه 100% عشان يأذوني. كنت تأذوني انا وسام، كنت تأذوني اللي بدكم اياه. وبعدين الناس ما هي بتنسى، في حدا ما ينساهاش. انت اذا بدك تحكي مع المخابرات قول لهم بس انا اعطوني ابو يمن، غير ابو يمن ما بحكي. بس ما ابو يمن، ايوه ابو يمن، بس ابو يمن، ايوه ابو يمن. بردش عليك؟ لا ابو يمن لا، بس بطلت اثق فيهم انا. ايوه ابو يمن. ما هي ارقام تليفوناته عشان شو يوم هو 100 رقم كل يوم بحكي من رقم. لا ديش ارقام تليفوناته ارقام قنطرته. ابو يمن اللي بحكي معك، بس ابو يمن. اه ابو يمن ان قال لك تعال قول له خذوا الافاده مني بالقدس، خذوا الافاده مني بالقدس بالقدس. بس هلا بإفادتك صحيح انا اتصل في هدول لانهم بيشتغلوا عند الكلب واعطوني اياه للدكتور خالد العطاري بالقصم. اتصلت الدكتور عرضت عليه الفكره، رد لي خبر بعد شهر من المفاوضات. من ناحية مبدأ ما في مشكلة، من هون بدأ. أول دفعة جبت له إياها 300,000 دولار. بس. ببساطة. هلا بترجع بشكل عكسي، بتلبس مين؟ الكلب. واسم الشركة هو كتب لي إياها على ورقة ولا أعطيها للدكتور. وأنا أعطيتها لأديب، وأديب أعطاها للمحامي. والمحامي عمل وكالات دورية. باسم الشركة مش باسمه.